اهلا بكم مع فيديو جديد. معاكم محمد علي، وسعد جدا بتواجدي معاكم في فيديو بتاع النهارده. هنتكلم عن الكلمات المفتاحيه، دورها، اهميتها، فايدتها ايه، لازمتها ايه، الكلمات المفتاحيه دي وهل هي فعلا مفيده ولا مضره. تابعوني في الفيديو ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع فيديو جديد، سعيد جدا بتواجدي معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الكلمات المفتاحية. عدد كبير جدا من الرسائل بتجيلي، يعني إيه كلمات مفتاحية، لازمتها إيه الكلمات المفتاحية. ده أنا عملت فيديو من غير كلمات مفتاحية وجاب مشاهدات حاجات كتير قوي. يعني إيه الكلمات المفتاحية؟ هل ليها لازمة؟ هل ليها فايدة؟ الحاجات دي كلها في الفيديو ده. هعرفك يعني إيه الكلمات المفتاحية، وهعرفك الفايدتين المهمين جدا للكلمات المفتاحية، وهعرفك دورها او نسبتها المئويه، هل هي فعلا مهمه للدرجه دي او مش مهمه، وحاجه نص نص ممكن انك تطنشها او ما تعتمدش عليها. الاول هي الكلمات المفتاحيه. هي ايه الكلمات المفتاحيه؟ عباره عن تاجز او عبارات بتوضح معنى الفيديو. ازاي؟ بمعنى هديك مثال دلوقتي سريع. انا دلوقتي عامل قناه على اليوتيوب بتكلم فيها مثلا، وليكن عملت فيديو اتكلمت فيه عن تنزيل الويندوز، فكتبت في العنوان، وليكن العنوان مثلا انا فضلت العنوان يكون فيه 60 حرف، ده الرقم اللي انا بفضله جدا في العنوان عشان يكون العنوان مناسب كده ورقم متوسط. كتبت في العنوان تنزيل نسخة ويندوز أصلية من المصدر، تمام. بعد شوية لقيت ناس بتفكر بطريقة أنا عايز أعمل أسطوانة ويندوز، فواحدة هذه المفروض مثلا فئة مستهدفة من الناس أو مجموعة من الناس ما بتقولش نسخة، بتقول إصدار ويندوز، ناس تانية بتقول أسطوانة ويندوز، ناس تالتة بتقول مثلا نسخة، أي حاجة. ففي أوجه تانية للكلمة أو معاني تانية للكلمة. أنا مش عايز أوصل للي يكتب ويندوز بس، لا، أنا عايز أوصل للي يكتب دي واللي يكتب دي واللي يكتب دي، عايز أستهدف الجميع. أستهدف الجميع من خلال إيه؟ من خلال الكلمات المفتاحية. كويس، أنت كده بدأت تفهم. يعني بمعنى ادق، هي لما اقول لك كلمات مفتاحيه تلاقي واحد يشرح لك يقول لك الكلمات الدلاليه، تحس ان انت ما فهمتش اي حاجه. لا، انت هنا المفروض تكون فهمت. الكلمات الدلاليه يعني الحاجات اللي بتدل على ما بداخل الفيديو. وليكن انا عملت فيديو اتكلمت فيه عن محمد صلاح، فمش هكتب في العنوان محمد صلاح ودوري ابطال اوروبا وليفربول والحاجات دي كلها، بس ممكن اكتبها في الكلمات المفتاحيه، لان محمد صلاح شارك في منتخب مصر وشارك في دوري ابطال اوروبا وشارك في ليفربول. كل الاوجه دي كلها بنجمعها مع بعض في الكلمات المفتاحيه او التاجز الخاصه بالفيديو عشان توصل الناس كلها. يعني مثلا واحد فكر بالطريقه دي توصل له، واحد فكر بالطريقه دي توصل له، تكون متاح للجميع. فهمت انت كده ان الكلمات المفتاحيه دورها في الوصول لعدد اكبر من المشاهدين؟ طبعا هيكون في منها كلمات مفتاحيه رئيسيه وكلمات مفتاحيه فرعيه. كلمات مفتاحيه انت بتعتمد عليها اعتماد كلي، وبتحطها في اول العنوان وبتحطها في الوصف وبتحطها في اول الكلمات المفتاحيه. كلمات مفتاحيه جانبيه بتحطها في التاجز بس، او التاجز والوصف مش بتكون موجوده في العنوان. الكلمات المفتاحيه الاقل استخداما او اللي الترافيك عليها قليل شويه. ومن هنا هتلاقي الناس كلها فهمت دور الكلمات المفتاحيه. يبقى هنا دور الكلمات المفتاحيه انها تجيب لك ترافيك. يعني انا لو جبت ترافيك هنجع على يوتيوب؟ لا، للاسف لا. في البدايه او زمان قبل كده خالص كان الاعتماد على الكلمات المفتاحيه من خوارزميات يوتيوب امر مهم جدا. يعني بمعنى ادق، عشان كنت اعمل فيديو وادخل بيه مكانه كويسه واوصل مستوى عالي جدا، كل اللي كنت بعمله ان انا بجيب فيديو وبرص في الوصف بتاعه 200 300 كلمه مفتاحيه قويه جدا حتى لو ملهاش اي علاقه، فده بيعلي الفيديو ويخليه يجيب مشاهدات كتير جدا. ولكن دلوقتي يوتيوب خلاص الموضوع ده بالنسبه له بقى كلام فاضي، وبقى معروف جدا، وكمان بقى بيعمل لك مخالفه، ومخالفه لارشادات المنتدى في ثواني. مجرد ما تنزل فيديو بالطريقه دي، اول الفيديو ما يبدا يتحرك ويجيب ترافيك هتلاقي يعمل لك مخالفه. طيب ايه بقى دور الكلمات المفتاحيه لما هي مش هتجيب لي ترافيك بالطريقه دي؟ الكلمات المفتاحيه هتجيب لك الترافيك. الترافيك وصل عندك. العامل الاساسي والرئيسي بقى في نجاحك على يوتيوب ونجاح الفيديو وان الفيديو يجيب مشاهدات اكتر هي بقاء المشاهد قدام الفيديو. خلينا صريح معاك وخليني واقعي، انا كل اللي بعمله لك في السيو وفي الكلمات المفتاحيه وفي السيرش انجن اوبتمايزيشن الحاجات دي كلها، كل اللي بعمله فيها ان انا بسلمك المشاهد، بوصلك المشاهد لباب المحل بتاعك، بوصلك المشاهد لباب القناه. بيدخل القناه عندك، انت حر بقى فيه تقعده 5 دقائق، تقعده 5 ثواني، تقعده يومين يتفرج على مجمل الفيديوهات اللي انت عاملها. بقاء المشاهد ده هو العامل الرئيسي في النجاح على يوتيوب. انت لو قدرت انك تحافظ على المشاهد فيديو واثنين وثلاثه، انت كده ناجح على يوتيوب. المشاهد يقعد قدام منك ثانيه واثنين، انت كده لازم تكون متفاهم. وطبعا كل الحاجات دي بنلاقيها موجوده في الاناليتكس الخاصه بالفيديوهات بتاعتنا. عشان خاطر نكون قادرين نحافظ على المشاهد بنعمل موازنه ما بين الفيديوهات اللي عملت بقاء المشاهد مع الفيديوهات اللي جابت ترافيك. الحاجات دي كلها هنعمل لها موازنه. طيب انا كده فهمت دور الكلمات المفتاحيه وعرفت انها لها دور مهم، ولكن العامل الاساسي والرئيسي هو بقاء المشاهد. كده انت فعلا وصلت لمرحله كويسه جدا من الفهم.
كل اللي انا اتكلمت عليه ده حاجة مهمة جدا، بوجهه لمين؟ بوجهه للفئة الاولى من اليوتيوبر، الناس اللي لسه مبتدئة وقدام منها هدف كبير جدا اسمه 4000 ساعة. ناس عايز تعدي ال 4000 ساعة ومش عارفة توصل لها. 4000 ساعة مشاهدة رقم مهم جدا، ولكن فيديو واحد لو وصل، بمعنى ادق لو فيديو ترند وانت عملته ودخل في ترند، هيعديك ال 4000 ساعة بدون اي مشاكل. يعني انا قعدت شهور عافر بمعنى ادق ان انا اوصل كونت حوالي 800 ساعه او 900 ساعه، وفيديو واحد جاب لي حوالي 6000 ساعه. فلازم تكون متفهم ان هيجي لك يوم وهتجي لك خطه هترفعك في ثواني، فدي حاجه مهمه جدا. طيب اعتمدك على الكلمات المفتاحيه هيوصلك للمشاهد، بقاء المشاهد هو اللي هينجحك. ده كل دور الكلمات المفتاحيه؟ لا، دور الكلمات المفتاحيه ما بيقتصرش على كده، وده ان شاء الله بتعهد ان انا اشرحه في فيديوهات كتير بعد كده. دور الكلمات المفتاحيه هي المحرك الاساسي لاربحك على يوتيوب، بمعنى ان في كلمات غاليه وفي كلمات رخيصه. طب ليه في كلمات غاليه وفي كلمات رخيصه؟ هي تكون بتظن ان انت كيوتيوبر او كمنشئ محتوى ان في واحد بيفتح الفيديو بتاعك ويتفرج عليه ويقعد يعمل له كده عشان خاطر يحط لك اعلان عليه ويختار اعلان معين. لا، اعتماد الفيديو واعتماد الاعلانات بيكون على الكلمات المفتاحيه. هديك مثال بسيط يوضح لك النقطه دي ويفهمك الموضوع ماشي ازاي. بمعنى ادق هيكون عندك دلوقتي، عندنا وليكن انا هعمل فيديو دلوقتي هتكلم فيه عن شركه فودافون، هتكلم عن اخر عروض شركه فودافون، فده امر مهم جدا. طيب هتكلم عن عروض شركه فودافون، فشركه اتصالات عايزه تنافس شركه فودافون، عايزه تدي عروض او عايزه تعمل، بمعنى ادق عايزاني انا كمستخدم لفودافون يكون متاح قدام عينيا ان انا اتفرج على اعلانات اتصالات، لربما ان انا انتقل من فودافون لاتصالات. فبتروح على الكلمات المفتاحيه، او بمعنى ادق بتروح على جوجل ادوردز اللي هو المكان المخصص للاعلانات، وتقول له انا عايز احط اعلان على اي فيديو يحتوي على كلمه فودافون، لان اكيد اللي بيتفرج عليه او الفئه المستهدفه اللي بتشاهده احد عملاء فودافون عايز يشوف حاجه، فممكن يشوف اعلان اتصالات فيتحرك ينتقل من اتصالات لفودافون. وهنا بقى نيجي لمرحله ثانيه. دلوقتي الكلمه دي اتصالات بتشتريها عشان خاطر تستهدف بيها فودافون، فجت اورانج وجت ويل، شركتين عايزين ينافسوا في فودافون، فاصبح في مزايده على الكلمه، سعر الكلمه بدا يرتفع، وهنا تبدا الكلمات المفتاحيه الغاليه والكلمات المفتاحيه الرخيصه. يعني كلمه زي دي غير لما تتكلم مثلا عن مكتب، ممكن مكتب تكون كلمه ضعيفه ما عليهاش كلمات مفتاحيه، ففي كلمه عليها تنافس كلمه ما عليهاش تنافس. وليكن مثلا عملت فيديو عن رصيفر معين، فكنت بلاحظ ان الاعلانات اللي بتيجي عليه كلها من شركات التلفزيونات ال جي سامسونج، اعلانات شاشات حاجات زي كده، فعرفت ان في استهداف للكلمه المفتاحيه الا وهي القنوات. فهنا انت بدات تفهم دور الكلمات دي. بالطبع كده لازم تفهم ان في كلمات غاليه هترفعك وفي كلمات رخيصه. طيب يبقى الكلمات المفتاحيه بتعمل ده كله، بس نجاحك على يوتيوب زي ما قلت لك يعتمد على بقاء المشاهد قدام الفيديو بتاعك. كويس جدا. طيب انت كيوتيوبر هتعمل ايه؟ انت كيوتيوبر في البدايه في اول فيديوهاتك عشان تتخطى 4000 ساعه هتوجه للكلمات المفتاحيه اللي بتجيب لك ترافيك واللي بتجيب لك مشاهدات بالعبيط، بمعنى عشان تجيب مشاهدات كتير جدا وتنتشر على يوتيوب. ده بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده لما تفعل القناه على يوتيوب وتكون القناه مهيئه لتحقيق الدخل، تنتقل لمرحله تانية انك لازم تجيب اعلانات غاليه واعلانات كتير او مشاهدات كتير، تعمل موازنه ما بين الاثنين، وده النجاح على يوتيوب، ولكن زي ما قلت لك اعتمادا على بقاء المشاهد. لان انت لو عندك قناه مفعله دخل دلوقتي ودخلت على تحليلات القناه، رغم انك مختار كلمات مفتاحيه غاليه جدا، ممكن تلاقي تكلفه الفيديو ده وتكلفه ظهور الاعلان لكل 1000 مشاهده لو بصيت عليها تلاقيها منخفضه. ليه؟ لان هي استنادا لمعيار التشغيل، او بمعنى ادق استنادا لبقاء المشاهد. فممكن انت هنا دلوقتي تروح للاناليتكس الخاصه بالفيديو ده وتشوف متوسط مده المشاهده، وممكن تروح لفيديو تاني انت جايب له كلمات مفتاحيه متوسطه ولكن الاسعار فيه كويسه جدا، واسعار الالف كويس جدا، او سعر الظهور لكل الف كويس جدا. ده بناء على ايه؟ بناء على بقاء المشاهد قدام الفيديو. في الفيديو ده حبيت اوضح لك ثلاث نقاط مهمين جدا، الدورين المهمين جدا للكلمات المفتاحيه، والدور الاول اللي هو الترافيك، ان الكلمات المفتاحيه هي اللي هتجيب لك ترافيك كبير جدا، والدور الثاني الكلمات المفتاحيه هي المتحكمه في اسعار ارباحك على يوتيوب، والمرحله الثالثه انك عشان تنجح على يوتيوب لازم تعتمد على بقاء المشاهد. هيظل في النهايه الخاصه بالفيديو ده الطريقه التقليديه للحصول على الكلمات المفتاحيه اللي هتجيب لك ترافيك، وده هتشوفه من خلال الفيديو اللي هيظل في شاشه النهايه. وانتظرني في فيديو جاي ان شاء الله هكلمك ازاي انك تجيب كلمات مفتاحيه من خلال اسعار عاليه واسعار مناسبه ترفع فيديوهاتك وتجيب لك ارباح محترمه. شكرا لكم جميعا، كان معاكم محمد عليوه في انتظار الدعم الهائل منكم. شكرا لكم جميعا.